يعني لو كانت فتون شب أكيد جدة ما كان رح يبالغ بالقصة كل هالقد. حياة الرجال أريح بكتير والله عن جد. لا تبالغي بتول. أنا ما عم بالغ أبدا عن جد. البنت مهضوم حقها بهالموضوع، حتى أنت مو قدران تتقبل هذا الحكي. وأنت عم تسمعيني يا بالزور كمان. يلا خلينا لكن هلأ نتناقش بالموضوع لو سمحت. قلي أمير، أنتو شو الصعب بحياتكم؟ إذا قلتلك رح تفهميني يا ترى؟ احكي لشوف. عن جد أنا ما عم أفهم شي. كتير منيح والله، يعني النسوان لازم يتحملوا أذى الرجال دائما يلي مثل جدة لفتون ومثلك، يعني على طول لازم تبهدلونا؟ هلأ شو يلي عم تعانوا منه؟ عن أي أزعم تحكي؟ هاتي لشوف. احكي احكي احكي. شو أنت مفكر الحمل قصة سهلة؟ أه؟ ومفكر الولادة رحلة ممتعة؟ لك يعني يلي بيسمعك بيفكر إنك رح تخلفي وأنت عم ترقدي وراء الفدان. هلأ أنتم مرتاحين يا سيرين؟ قليلي بشو عم تتعبوا؟ اصلوا عن سوان زمان كانوا يتحملوا كتير. والله جد؟ يعني نحن مرتاحين؟ ايه طبعا كل شي متوفر لكم. توحمتي؟ يلا اركض يا مروان. اذا ورموا رجليكي اعمل لي مساج إلهم يا مروان. زادوا اذنك روح مشيني لانحف يا مروان. يعني مصر انه الحمل شغلة سهلة ما؟ ايه كتير مصر. تفضل يا بيك. يسلمون. صحتين وهنا. تفضلي. أنا بتشكرك. معوضين. لك أنتم النسوان ليش بتحبوا تبالغوا؟ طالما أنه مشكلة جدك وستك انحلت، إيه آخر الأسبوع بخطبك. أنا جهزت كل شي على فكرة. خي شو هالحكي هاد؟ جهزت كل شي؟ وما خطر لك أنه تسألني أبداً؟ جهزت كل شي لحالك؟ إيه شو بعمل؟ كله بيهون كرمالك انتي. اكيد بتكون تعبان كتير. ايه يعني شو قول؟ الابطال ما لازم يشتكوا. حياتي يا سوبرمان انت ويا باتمان، حتى سبايدر مان ما بيطلع له معك. انتي عم تتمقلسي علي مو؟ لكن شو مفكرني عم اعمل؟ ليش كل هالفشخرة؟ يعني صحتك ممتازة ومصاريفي عملتلي كم مفاجأة من تبعاتك صرت بطل؟ دقيقة دقيقة، انت كأنك مفكرة حياتي سهلة وبسيطة انسى فتون. اي بسيطة طبعا. كل يوم بتقضي عند الكوافير وبالسوق بشتري هاد، لا ما عجبني بشتري هاد احلى بكتير. وامتى ما بدك حضرتك بتتصلي فيني وبتجيبيني لهون وبتعدي قدامي وبتحكي اللي بدك اياه. هي هي اهم انجازات بتول. وهلا انا شو بدي احكي عنك بقى؟ كل يوم حضرتك عم تتفتل وتروح وتجي بالتاكسي هون وهنيك ومقضي لي كل وقتك على شرب شاي وحكي عن مباريات كرة القدم تبعك وعلى طلطيش ومن هالكلام الحلو. والله شي فظيع. ايه فظيع طبعا. جربي طلعي على التاكسي شي يوم وبتعرفي قديش انا بتعب. مو بس بسيطة وسهلة كمان، مو ناقصك شي، انت مدير شركة محترمة وكل شي تحت ايدك. يعني مصرة على الموضوع؟ مصرة واثقة منه. واثقة كمان؟ ايه كتير طبعا. ايه شو علي؟ ليكي انا بعد نص ساعة عندي اجتماع، وانتبهي اياد البطل دقيق كتير بالمواعيد، ومن هلأ منتبادل الادوار. معناتها أنا أنت وأنت أنا، واليوم أنا شوفير التاكسي. طيب لكن أنت من اليوم رح تصير سيرين وأنا رح كون مروان، موافق؟ موافق. وبتحداكي 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 وأنا قبلت التحدي.